في تحرك فوري وعاجل من فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية لتقديم الدعم اللازم لمتضرري عقار الإسكندرية المنهار، انتشرت فرق العمل بالمؤسسة بشكل مكثف فور وقوع الحادث لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم على الأرض. وقررت مؤسسة حياة كريمة صرف تعويضات مادية للأسر المتضررة بقيمة 25,000 جنيه لكل أسرة من أسر الضحايا المتضررة من انهيار العقار.